بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا وعلى بلدنا بإذن الله وكل بلاد المسلمين بإذن الله. الحقيقة النهاردة يمكن برضو من الأيام الحلوة جدا اللي بتمر في تاريخ النادي الأهلي. أنا النهاردة زي أي مشجع أهلاوي ببقى سعيد وفخور جدا بالنادي بتاعنا. لما النادي بتاعنا او نادينا يعني بيقدم حاجه كويسه او بيعمل حاجه كويسه، اكيد كلنا بنبقى سعداء واكيد كلنا بنبقى فخورين بكده يعني، او يحقق اي انجاز او بطوله. ده بيحصل النهارده، بيحصل النهارده واحنا بنعي عن الراعي الرابع للنادي الاهلي ان شاء الله. لكن على المستوى الشخصي انا سعيد جدا وسعيد اكتر علشان مصلحة الأهلي تتحقق، مصلحة النادي الأهلي تتحقق قدامنا. بنشتغل عشان النادي الأهلي وعشان مصلحة النادي الأهلي، وكمان عشان بيشاركنا في المناسبة دي هي شخصية عزيزة علينا جدا وعاشق للنادي الأهلي، هو الأستاذ خالد بن لادن اللي احنا بنرحب بيه وبنرحب بكل أفراد العيلة الكريمة اللي مشرفينا النهاردة وكل الحضور من الشركة الراعية للنادي الأهلي مراسم. نرحب كمان بالإخوة الإعلاميين والمصورين والإحياء والتواجد الكبير جدا اللي أنا شايفه. بنرحب بكل السادة الحضور. في البداية لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى، لأنه بالرغم من الصعوبات الكتير اللي بتقابلنا، وأنا بعني الكلمة دي، صعوبات كثيرة جدا بتقابل النادي الأهلي، بالرغم من الصعوبات دي والتحديات اللي بنواجهها واحنا بنشتغل عشان نعظم مواردنا ونوفر احتياجات النادي. من النادي الاهلي يا جماعه ما عادش نادي واحد، نادي الاهلي النهارده في الجزيره ونادي اهلي مدينه نصر ونادي اهلي الشيخ زايد ونادي اهلي التجمع، غير الفرع اللي احنا النادي الاهلي يعني حاطط اسمه عليه اللي هو فرع الاقصر. الفروع دي كلها او المنشآت الخاصه كلها بالنادي الاهلي مع كمان الفرق الرياضيه اللي انا شايف كتير جدا من فرقنا الرياضيه موجودين وانا بشكرهم جدا لحضورهم، ماشيين بنحاول ان احنا نمشي في الطريق الصح وبنحاول ان احنا يعني نستكمل حتى الخطه الانشائيه بتاعتنا بالطرق السليمه وبانجاز يتحكى عليه الناس كلها. واعتقد ان فروع النادي الاهلي والنادي يعني اللي ان شاء الله قريب جدا جدا هيتم افتتاحه اللي هو الاهلي التجمع، اعتقد هو مفخره لكل الانديه الرياضيه اللي ممكن تكون موجوده في الشرق الاوسط. مفيش حاجه كده، مفيش نادي في الشرق الاوسط عنده المنشآت دي، مفيش نادي في الشرق الاوسط عنده الفروع دي. النادي الاهلي عنده ده، لان النادي الاهلي كبير جدا، النادي الاهلي كبير بجماهيره، اولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بجماهيره، باعضائه، بكل الرياضيين اللي فيه، بكل الاجيال وكل مجالس الادارات اللي تواكبت على خدمه النادي الاهلي. النهارده احنا يعني بنوصل للمرحله الرابعه في ملف الرعايه، وده واحد من الملفات الرئيسيه بالنسبه لنا. بدانا بشركه اتصالات مصر ثم بنك ابو ظبي الاول مصر، وبعد كده جي ال سي، والنهارده بنعلن عن شركه مراسم اللي باذن الله هتكون الراعي العقاري الرسمي للنادي الاهلي لمده 4 سنوات قادمه ان شاء الله. احنا سعداء جدا طبعا بالتعاقد مع شركه مراسم. شركه كبيره في المجال العقاري وليها باع كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي كله. والنادي الاهلي زي عادته دايما لما بيعمل شراكة بتكون شراكة مع الكيانات الكبيرة، شراكة تعكس قيمة الأهلي وشعبية الأهلي اللي موجودة في كل أنحاء العالم، وكمان بتعكس قيمة شركائنا اللي هم أيضا مؤسسات كبيرة جدا جدا. وعشان احنا اتكلمنا عن شعبية الأهلي لازم نتكلم عن جمهور النادي الأهلي، لأنه جمهور واعي جدا، جمهور عنده وفاء وعاشق لنادي، جمهور عنده وفاء وعاشق لنادي، جمهور بيعلم تماما
كل التحديات اللي بتمر أمام النادي الأهلي أو مع النادي الأهلي. إحنا أكيد بنراهن على جمهورنا، بنراهن عليه وحنفضل نراهن عليه، لأنه دايما في ظهر ناديه، على المرة قبل الحلوة معاه. وزي ما بيقولوا، وأكيد جمهور الأهلي زي ما بيساند النادي وفرق النادي، أكيد برضو جمهور الأهلي هيبقى دور ليه دور كبير مع شركاء النادي الأهلي في الرعاية بتاعته. وهنا كمان مش عايز أنسى الحقيقة وأشكر الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، المسوق الحصري لحقوق الرعاية، والإخوة القائمين عليها. ومش عايز أنسى كمان أشكر كل المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتساند كل الكيانات الناجحة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عايز أرجع تاني وأرحب بالأستاذ خالد بن لادن، وأشكر شركة مراسم على تعاونها وحرصها على التعاقد مع النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون شراكة ناجحة بإذن الله وتحقق مصلحة كل الأطراف بإذن الله. أما بالنسبة بقى لينا إحنا، والكلام ده لكل فرد في منظومة النادي الأهلي، كل واحد ينتمي للنادي الأهلي موجود، لازم يا جماعة نشتغل بجد، ولازم اللي إحنا فيه النهاردة دوت يحفزنا أكتر، مش يهبطنا، مش نكتفي، يحفزنا أكتر. كل واحد مسؤول، وببدأ بي أنا بنفسي وكل أعضاء مجلس إدارة، نشتغل للنادي الأهلي فقط، لكل لاعب يشتغل للنادي الأهلي فقط، لكل مسؤول في الإدارة التنفيذية يشتغل للنادي الأهلي فقط. إحنا كلنا الشغل ده بالشغل اللي إحنا عايزين نعمله، وإن إحنا نكون مصرين إن إحنا عندنا إصرار كبير إحنا نعمل شغلنا صح، بإذن النادي النادي الأهلي يبقى رقم واحد. أعتقد إن ده يعني نضاعف مجهودنا لخدمة نادينا بإذن الله، عشان يفضل بإذن الله النادي الأهلي رقم واحد، وبإذن الله هيبقى رقم واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.